اليوم فاكهة التدنين أو دراجون فروت. حابين نشوفها مع بعض ونتذوقها مع بعض اللي لأول مرة يتذوقها. أنا بالنسبة لي أول مرة أجربها، حابب أجربها معاكم. فاكهة التنين، هذه الفاكهة أصدقائي آسيوية بالدرجة الأولى، آسيوية. زراعتها في شرق آسيا، بالأخص تايلاند والدول المحيطة بتايلاند. هذه أصدقائي الفاكهة ربما تعتبر من نوع من فاكهة الصبار، من أنواع فاكهة الصبار، لكنها لذيذة الطعم، وسنرى ما بداخلها مع بعض الآن أصدقائي. نشوف ما بداخلها الآن. طريقة تقطيعها أصدقائي كالتالي، قطعناها، ما شاء الله اللون أحمر، هو بالعادة ممكن يكون أبيض، ممكن يكون أحمر كمان. نقطعها، شوفوا أصدقائي، هاي كمان هاي الطريقة الأفضل لتقطيعها. شايفين أصدقائي كيف؟ شوف بداخلها ما شاء الله، شوف أصدقائي. نفتح كمان واحدة ثانية نشوف اللون، هل شبيهة بالأولى؟ نعم، نفس اللون، نفس بالتأكيد المذاق. نعمل نفس الطريقة. أوه، طرية جدا أصدقائي. نفتحها بهذه الطريقة، شايفين كيف تفتح؟ سهلة جدا، ما فيها تعقيد. وهي كمان مرة نتذوق حبة ثانية ونشوف كيف طعمها. طرية طرية وشهية، طرية جدا أصدقائي. شوفوا ملمسها طري وجدا طرية، وشكلها جميل من الداخل مع الحب الواضح، الحبوب اللي داخلها. نتذوق طعمها، خلي كذا. لذيذة وحلوة المذاق. هذه فاكهة التنين أو دراجون فروت. هاي كمان مرة قطعناها، طرية وشهية بنفس الوقت. فاكهة استوائية لذيذة الطعم، ولأول مرة نجربها مع بعض. فاكهة التنين الشهيرة، تحياتي. كمان جربنا مع بعض أصدقائي دراجون فروت أو فاكهة التنين اللذيذة.